هل هناك اسم على اللاتي يحتجبن ويغطين جميع البدن ما عدا الوجه؟ فإذا ما نصحهن أحد وقال احتجبن عن هذا قلنا إنه مثل ولدنا، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ هذا الحجاب الناقص، الحجاب الذي لا يستر فيه الوجه حجاب ناقص نقصا ظاهرا، لأن أكثر فتنة المرأة في وجهها، لأن الوجه مجمع المحاسن وتركيز عليه أكثر، فحجاب الوجه هذا لا بد منه. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه معنى الآية فأدنى الغطاء على وجهه رضي الله عنه وأبدى عينا واحدة فقط تبصر بها الطريق. كذلك قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال فدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المحرمة، يعني لا تنتقد المرأة يعني في الإحرام، دل على أن لبس النقاب في غير الإحرام أمر موجود ومعروف في الإسلام، وإنما منعت منه حالة الإحرام لأنه مخيط على الوجه، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب كما قالت عائشة تسود خمارها على وجهها. فالحاصل أن ترك ستر الوجه نقص عظيم في الحجاب ومدعاة للفتنة. الواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها لأنه فتنة. جزاكم الله خيرا. لعله لا يفوتكم شيخ صالح قولها من بعض زميلاتها إنكم ضيقتوا على المرأة بقولكم هذا. هذا ليس تضييقا على المرأة وإنما هو حفاظ عليها وفي مصلحتها، وهذا الكلام كلام باطل يقوله بعض المخدوعين إن في الحجاب تضييقا على المرأة وحبسا لحريتها كبتا لحريتها في تجمد وفيه وفيه. ليس هذا بغريب من قل فهمه أو قل دينه، فإن المنافقين يتكلمون بأعظم من هذا ويقولون أكثر من هذا، ولكن ليس العبرة بقوله وإنما العبرة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها الخير والصلاح، وليس فيها ضيق وإنما فيها حشمة وفيها وقار وفيها حماية للمرأة. جزاكم الله خيرا.